لا يا رب، بس بعد العيد على طول اللي هيدخل في الميد تيرم 5 محاضرات، تمام؟ فكده المحاضرتين الاولانيين بتوع اللي هم بتوع الالكحول والسلفوريك اسيد، السلفونيك اسيدز، دول اللي ان شاء الله داخلين في الميد تيرم، تمام؟ اول 5 محاضرات باذن الله دول اللي هيدخلوا في الميد. الميد خلاص نزل الجدول بتاعه، اعتقد بدايتنا 7 مايو ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يعيد عليكم الايام بخير يا رب. احنا هنبتدي عشان زي ما قلت لكم كده المحاضره بقت 1:30، عشان نلحق وقتنا، ولو في اي حاجه حد مثلا دخل واحنا ما لحقناه يعني في وقت اسئله تدريبيه على المحاضرات. ايه ده، احنا مش بنمتحن كل اسبوع ولا ايه؟ مش عندنا محاضرات كده بتاع ده كويس كل اسبوع؟ عامه ما تقلقوش، يعني المحاضره اللي جايه ان شاء الله هقول لكم نظام الاسئله بتاعتي بتبقى في سواء في الميد او في الفاينل اكزام بتكون ازاي. تمام. طيب احنا المفروض الكورس بتاعنا دي الكونتنتس بتاعت الكورس بتاعنا اللي هو الالكحالز، ودي اوريدي احنا اخدناها الحمد لله. السلفونيك اسيدز وبرضو اخدناها. المفروض المحاضرات اللي جايه ان شاء الله، يعني النهارده هناخد محاضره، يعني النهارده هناخد محاضره كربوكسيليك اسيد، يوم الاربع باذن الله برضو هنكمل كربوكسيليك اسيد. هيبقى لنا واحده في الكربوكسيليك اسيدز ومعاها واحده في الامينز ان شاء الله في الاسبوع اللي هو اللي هيبقى قبل العيد. يعني ان شاء الله اخلص معاكم في رمضان، يعني باذن الله اخلص معاكم في رمضان. يبقى احنا بقينا بالكربوكسيليك اسيدز والكربوكسيليك اسيدز دريفاتيفز والامينز، تمام. النهارده ان شاء الله هناخد الكربوكسيليك اسيدز، هناخد فيها ايه؟ زي ما متعودين في كل كلاس هناخد ايه هي الكربوكسيليك اسيدز دي. هنقسمها الاليفاتيك واروماتيك اكوردنج للكلاسيفيكيشنز المختلفه اللي عندنا، ممكن حاجات فيها الاء ايمونو وداي كربوكسيليك اسيدز. هناخد النومنكلتشر بتاعتها ازاي احضرها، الفيزيكال كاركترز اقدر اتعامل معاها ازاي، كمان هناخد الكيميكال كاركترز اللي بتتمثل في الرياكشنز بتاعتها. بعد كده بقى المحاضره اللي جايه ممكن ندخل بقى على الكربوكسيليك اسيدز دريفاتيفز والداي كربوكسيليك اسيدز ان شاء الله. طيب اول حاجه هنعرفها ايه هي الكربوكسيليك اسيدز دي، او ايه الكربوكسيليك اسيد دريفاتيفز اللي هي الديفينيشن بتاعنا. من اسمها كده كربوكسيليك اسيدز يبقى الفانكشنال جروب اللي هلاقيها فيها اللي هي سي او او اتش، الكربوكسيليك فانكشنال جروب بتاعتي اللي هي سي او او اتش. دي كنا بنقسمها لحاجتين، انا بقول ان انا السي او اتش دي انا بجيبها من حاجتين، لو انتوا اخدتوا الاو اتش دي كانت بتبقى الفانكشنال جروب بتاعت الالكحولز، عن الاو اتش الفانكشنال جروب بتاع الالكحول، والسي او اللي هي الفانكشنال جروب بتاعت الكربونايل كومباوند، فمن اسمها كده كربونايل كومباوند يبقى كربوكسيليك اسيد، تمام. بيبقوا الاثنين، يبقى انا عندي تو فانكشنال جروب اتاشد مع بعض، فعشان كده ليها باور، ليها باور لما باجي بعد كده في النومنكليتشر او اجي ارقم المركب بتاعي ببتدي دايما من عند السي او او اتش بتاعتي، تمام. يبقى انا ممكن اكتبها بالمنظر ده، هي الكونفنسد فورمولا اللي CO2H، او العاديه بتاعتنا دي سي دبل بوند سي او او اتش، او اللي هي الاكسباندد فورمولا دي اللي هي سي دبل بوند او او اتش بالبوندز كده، سي دبل بوند او او اتش، دي كلها على بعضها الفانكشنال جروب بتاعت الكاركترستيك مين للاسيدز والاسيد دريفاتيفز. هنعرف بقى ايه اللي بيختلف عن الفانكشنال جروب بتاعت الكربوكسيليك اسيد، تمام. يبقى دي جنرال فورمولا بتاعتنا، وعرفنا ان الفانكشنال جروب بتاعتنا اللي هي السي او اتش. طيب لو انا عايزه اجي بقى اقسمها، هقسمها لايه؟ انا عندي نوعين من الكلاسيفيكيشن. اول حاجه اكوردنج للتايب بتاع الجروب اللي اتاتشد للكربوكسيليك فانكشنال جروب بتاعتي، يعني انا ايه اللي ماسك مع السي او او اتش بتاعتي ديت، هل هي الكايل جروب ولا ارايل جروب؟
طيب لو الكال جروب اللي هي الار متمثله في الار هنقول عليها اليفاتيك، يبقى اليفاتيك كربوكسيليك جروب، هلاقي مثلا سي اتش 3 سي او اتش، سي 2 اتش 5 سي او اتش، وهكذا. يبقى ده كده انا الار بتاعتي اليفاتيك فسميته اليفاتيك كربوكسيليك اسيد. طيب لو هي ارايل بقول عليها اروماتيك كربوكسيليك اسيد. الارايل دي ممكن تبقى فينايل اللي هي سي 6 اتش 5 اللي هي حلقه بنزين يعني، او ممكن تبقى تولوين، ممكن تبقى اي ديريفاتيف بقى تاني، عشان كده انا حطاها اي ار. اي ار دي بتبقى سبستيتد اور نون سبستيتد. يبقى انا اول نوع من الكلاسيفيكيشن لو انا عندي ار يبقى اليفاتيك كربوكسيليك اسيد، لو انا عندي اي ار يبقى انا عندي اروماتيك كربوكسيليك اسيد. اسئله سهله جدا، وممكن يجي اسئله في الجزئيه دي ما يجيش ليه؟ ممكن اجيب لك فورمولا كده واقول لك ده اكزامبل لاليفاتيك كربوكسيليك اسيد، ده اكزامبل لاروماتيك كربوكسيليك اسيد، ده اكزامبل للاسيد كلورايد، وهكذا. يعني ممكن انتوا معظم الاسئله بتيجي عندكم ام سي كيو، فممكن تيجي بالشكل ده كده. انتوا هتلاقوني طول ما انا ماشيه بقول اكزامبلز للاسئله. في حد عنده الصوت مقطع تاني؟ في حد عنده الصوت مقطع تاني يا ولاد؟ لا يا دكتور، الصوت تمام وكويس تمام؟ خالص. طيب اوكي ماشي يا نادين، يعني ممكن يبقى عندك انت مشكلة، حاولي اخرجي وادخلي تاني. ماشي ميرسي يا ولاد. طيب يبقى انا كده عرفت من الكلاسيفيكيشن الاولانية ان انا عندي نوعين من الكربوكسيليك اسيدز بيتمثلوا في الالفاتيك والارومات. طيب ايه النوع التاني من الكلاسيفيكيشن؟ قبل ما ندخل على النوع الثاني من الكلاسيفيكيشن هلاقي ان عندي الاروماتيك بقدر اقسمها برضو لتو تايبس. الاروماتيك ممكن الاقي الكربوكسيليك جروب دي دايركتلي اتاتشد على الفينايل رينج، تمام، او الاقيها سيبريت سيبريت بفينايل، فدي بنسميها مونو كربوكسيليك اسيد وذ كربوكسيليك جروب اتاتشد تو ذا سايد تشين. يعني ممكن دي دايركت على الفينايل، او ممكن الاقيها سيبريت بالكيل جروب كده، تمام. دي حاجه اسمها فينايل اسيتيك اسيدز، ودي ممكن يعني ناخدها على حسب التايم، ممكن ناخدها او ما ناخدهاش، يعني هيبقى على حسب التايم ان شاء الله، تمام. طيب النوع الثاني بقى من الكلاسيفيكيشن اللي هو ايه؟ اللي هو على حسب بقى العدد، النمبر بتاع الكربوكسيليك جروبس اللي موجودين عندي، هل هي واحده اثنين ثلاثه. فانا لقينا ان الكومباوندز اللي عندنا كلها هلاقي فيها يا اما مونو كربوكسيليك اسيد فيها واحده كربوكسيليك جروب بس، او فيها داي كربوكسيليك جروبس، ودي بسميها داي كربوكسيليك اسيد، تمام. ممكن برضو تبقى اليفاتيك اروماتيك، دي برضو ممكن تبقى اليفاتيك واروماتيك. يبقى كده احنا عرفنا الكلاسيفيكيشن بتاع الاسيد، سواء اكوردنج للالكايل او الارايل جروب اللي اتاتشد للكربوكسيليك جروب، او نمبر بتاع الكربوكسيليك جروبس اللي موجوده عندي في المركب بتاعي. نبتدي بقى ناخد النومنكليتشر. زي ما قلنا كل مره ان احنا اهم حاجه في النومنكليتشر بتاعتنا اللي هو الايوباك. الايوباك زي الكلاسز اللي احنا كنا بناخدها قبل كده، بس انا هبتدي النمبرنج بتاعي من عند الفانكشنال جروب. فانكشنال جروب بتاعتي اللي هي ايه النهارده؟ اللي هي السي او او اتش. يبقى انا هدخل كده ادور على السي او اتش وهديها رقم واحد. ده لو انا بسمي ايوباك. عندنا حاجات تانية انواع تانية من النومنكليتشر، بس انا اللي يهمني اكتر واللي بجيبه لكم اكتر في الامتحان اللي هو الايوباك نومنكليتشر. بس لازم نبقى عارفين الحاجات التانية هنقولها كاكزامبلز دلوقتي. طيب هل انا خلاص ابتديت الترقيم اهوت من عند الفانكشنال جروب بتاعتي اللي هي السي او اتش، اعمل ايه تاني؟ خلاص هبتدي ارقم. بعد كده في الاخر بجيب اسم الاسيد بتاعي من اسم الالكين، بس بشيل الاي اللي كانت في اسم الالكين واحط اوت اسيد. يبقى من اسم الالكين بقى اسمها ايه؟ الكانويك اسيد. يبقى مثلا ايثين يبقى ايثانويك اسيد، ميثين ميثانويك اسيد. يبقى من اسم الالكين بشيل الاي اللي كانت في اسم الالكين واحط اويك اسيد، تمام. يبقى انا دلوقتي عرفت لو انا عندي بتاع دوت ايثانول وبقى منه الاسيد بتاعه يبقى ايثانويك اسيد. طب نطبق او نشوف الاكزامبلز بتاعتنا عشان نلاقي الدنيا اوضح. يبقى انا مثلا لو عندي اتش سي او او اتش دي كربون واحده، كربون واحده دي كنا بنقول عليها ميثين، ميثين اشيل الاي واحط زي ما اتفقنا واحط اويك اسيد، يبقى ميثانويك اسيد. الكامن نيم بتاعه اسمه فورميك اسيد، تمام.
طيب لو انا عندي 2 كربون سي اتش 3 سي او اتش، يبقى انا عندي ده ايثانويك اسيد، دي ايثانويك اسيد تمام. طيب البروبين 3 هما، تبقى بروبانويك اسيد، والكامل نيم بتاع بروبينيك اسيد، الاربعه هيبقى بيثانويك اسيد وهكذا. طيب ده الكلام ده لو انا ما عنديش سبستيوشن او ما عنديش حاجات تانية. طب لو عندي سبستيوشن هبتدي اتعامل ازاي؟ هبتدي بقى ارقم المركب بتاعي زي ما احنا شايفين كده، هبتدي من عند الكربوكسيليك جروب هقول 1 2 3 4 5 6 اوكي. طيب عندي سبستيوشن فين؟ هحدد بقى البوزيشن بتاع السبستيوشن واقول النمبر بتاعه، وبعد كده اقول اوك اسيد في اخر الاسم. طيب نبتدي نطبق على الاكزامبل اللي قدامنا دوت عشان نفهم اكتر. انا هبتدي الترقيم من هنا 1 2 3 4 4 ده اللي هو ايه؟ البيوتين. البيوتين يبقى بقى اسمه لما اجي احوله لاسيد يبقى اسمه بيوتانويك اسيد. طيب هل البيوتانويك اسيد ده عنده سبستيتيوشن؟ اه عنده سبستيتيوشن. في بوزيشنز كام؟ انا المفروض رقم 1 2 3 4، يبقى في ال 2 وال 3 يبقى 2 3 داي ميثايل، عشان ال 2 جروبس بتوع السبستيوشن شبه بعض، يبقى داي ميثايل بيوتانويك اسيد. ده الايوباك نيم بتاعي. انا كنت قلت لكم من دقيقتين ان انا عندي نوع تاني من النمنكليتشر اللي هو ايه بقى؟ ال بنسميه يعني من اليوناني او الجريك، بيبقى بالجريك نمبرز او الجريك ليترز. الجريك ليترز اللي هي ايه؟ الفا بيتا جاما دلتا وهكذا. طيب ايه بقى الفا وبيتا وجاما؟ في الحاله دي انا ما بسميش، ما باخدش دي معايا، الاوك اسيد دي او الكربوكسيليك اسيد دي ما بعدهاش، ببتدي الفا، يبقى الالفا بوزيشن هو اول كربون بعد الكربوكسيليك جروب، يبقى الالفا كربون هي اول كربون بعد الكربوكسيليك جروب، ببتدي عندها تبقى الفا بيتا جاما دلتا وهكذا على حسب عدد الكربونز اللي عندي تمام. يبقى انا عندي، ناخد بالنا، لو انا الفا بيتا جاما ببتدي من تاني كربونايه، مش من الكربون بتاعت الكربوكسيليك اسيد، انما لما برقم 1 2 3 باخد الكربوكسيليك في الترقيم بتاعي. هنطبقها على الاكزامبل برضو اللي قدامنا ده. احنا في الترقيم قلنا هنا 1 2 3 4، فبالتالي طلع عندي 2 3 داي ميثايل بيوتانوك اسيد، وده الايباك بتاعي. طب اما بسمي بقى بالكامن نيم او بالجريك ليترز، الجريك ليترز بقول هنا الفا، هنا الكربونيه بسيب خالص كربوكسيليك فانكشنال جروب دي، واجي على الكربونيه اللي بعدها واقول هنا الفا زي دي كده اهي، الفا بيتا، بس ما عنديش غير الفا بيتا. يبقى انا لما اجي اسميه ازاي؟ هقول الفا بيتا داي ميثايل، داي ميثايل زي ما هم، كل اللي اختلف بدل ما كان نمبرز بالنمبرز بقى بالليترز تمام. هيبقى اسمه الفا بيتا داي ميثايل، بس الكامل نيم بقى اسمه ايه؟ بيوتيريك اسيد مش بيوتانويك اسيد تمام. ده النوع الثاني من النومنكليتشر زي ما قلنا. نبتدي بقى ناخد اكزامبلز كتيره عشان نتدرب اكتر. هنا مثلا هبتدي 1 2 3 4، 4 بيوتانويك اسيد. طيب بيوتانويك اسيد احنا هنسمي الايوباك، بقول لكم ايه؟ طيب حد كده معايا، هو اللي مكتوب كويس ان هو اللي بالليترز، انا عايزه حد بقى واحد واحد كده يسميه لي ايوباك، الثلاثه اكزامبلز اللي موجودين قدامي دول. حد بقى يفتح المايك بتاعه كده ويقول، ولا اختار انا؟ بيوتانويك اسيد. مين اللي بيتكلم؟ انجي. اوكي ماشي، بيوتانويك اسيد. انا عندي سبستيوشن واحد 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 واحد، انجيو بيتكلم، نستنى تمام. الصوت بس واطي شويه، ممكن تعلي صوتك؟ نعم معاك يا دكتور. تمام، احنا هنعمل ايه اول هنا اكزامبل؟ هنقدم ان ال COH هيبقى واحد اتنين تلاتة. تمام 1 2 3 4، عرفنا ان هو ايه؟ بيوتانويك اسيد. بيوتانويك اسيد، خلاص هكتب بيوتانويك اسيد في الاخر. عندي حاجة تاني؟ عندي ال CH3 derivative او يعني تفرع، هتبقى 2 ميثايل بيوتانويك اسيد. برافو، هايل يا اندري، برافو.
طيب الاكزامبل اللي بعده احمد عشان كان بيتكلم. شكرا احمد، اتفضل هنا على الاكزامبل ده. اسمه ايه؟ مش بنتوج بقى، هو فايف زي ما انت قلت. برافو، هيبقى بنتا نوك. بنتا نوك اسف، بس ولا في حاجه كمان؟ برافو، هايل، برافو يا احمد، برافو عليك، برافو عليك. طيب مين هيسمي لي أتبع الاستكشاف ده؟ أتبع هيبقى تلاتة حسين، وأربعة ضايم، مش قول يا حسين. قول يا حسين، الدور عليك يا محمد المره الجايه. 3 و 4 ايش يا دكتور؟ دايميثايل هيكسانويك هايل، برافو عليك. لو جالكوا اي اكزامبل كده في الامتحان تعرفوا تختاروا الاسم الصح بتاعه؟ يعني انا هجيب لك كده مثلا اكزامبل زي ده كده في الامتحان وهديك اختيارات زي ما تقول. انا النصيحه اللي انا هقولها لكم ان انت تعتبر ان انت ما عندكش اختيارات في البدايه، هتمسك المركب اللي قدامك هتبتدي زي ما احنا اتفقنا في النمبرينج كده 1 2 3 4 5 6 وتسميه، هتسميه انت، وبعد كده هتروح تشوف الاختيارات اللي عندك تختار النيم الصح، وده افضل حل ان انت تختار بيه الاجابات من المالتيبل تشويس عشان ما تغلطش. بس انت لو قعدت تاخد اسمه اسمه وتطبقه على المركب هتاخد وقت اطول، انما لو انا سميته وبعدين رحت اخترت هيبقى سهل قوي بالنسبه لي. تمام، خدوا بالكم عشان يعني الامتحان بيجي ميكس، يعني مثلا هتلاقي نومنكليتشر، هتلاقي مثلا جايبه لك معادله واقول لك البرودكت ايه، هتلاقيني مثلا جايبه لك كومبليت انت تكتب البرودكت سواء بقى في سينسز او في رياكشنز وهكذا. فيعني يعني لو فاهمين التسمية دي بالكامن نيم، يعني الاسم، عشان كده انا حطيتها بالكامن نيم عشان انتوا تسموني الايباك نيم. تمام، ده بالكامن نيم بيبقى الفور، احنا لسه قايلينها في السلايد اللي فاتت، لما بيبقى عندي 4 كربون بيبقى اسمه بيوتيريك اسيد، ده بالكامن نيم بتاعه. ولو رجعنا شويه كمان للتيبل ده هلاقي فيه الايباك نيمز والكامن نيمز، اهو 4 بيوتيريك، 5 فاليريك، 6 كابروك. تمام، يبقى ده الكامن نيم بتاعي. ده زي ما قلنا ده الكامن نيمز بتاعتي. احنا قلنا لما بيبقى عندنا بالكامن نيم الكربون الاولانيه اللي بعد الكربوكسيليك بقول عليها الفا، فبالتالي هنا عندي الفا ميثايل بيوتيريك اسيد اللي هو الكامن نيم بتاع الاربعه كربون كربوكسيليك اسيد كونتين. اوكي، هنا مثلا 5 فبقى اسمه فاليريك اسيد، ده الكامن نيم، بس الفاليريك اسيد ده عنده في البيتا بوزيشن، ادي الفا وادي بيتا، البيتا بوزيشن عنده ميثايل فبقول بيتا ميثايل فاليريك اسيد. هنا السكس 6 كربون كان اسمه كابروك اسيد، ده الكامن نيم بتاعه، بس هو عنده ايه هنا؟ الفا بيتا جاما دلتا. تمام، يبقى هديله البوزيشنز بتاعته وبعد كده هعمل ايه؟ اكتب الكامن نيم بتاعه. تمام، لا الكامن نيم مش عايزاكم تحفظوه، الايباك نيم بس، انا عايزاكم تطبقوا بالايباك نيم عشان انا لما بجيب لكم في الامتحان انا بجيب لكم الايباك نيم بتاعه. تمام، هنا برضو هنبتدي برضو نرقم. دي كلها examples. هنا مثلا انا عايزه حد يقول ده عشان هو cyclic. cyclic structures بقى بتبقى مختلفه شويه. انا بقول ايه؟ بكتب اسم السايكليك ستراكشر بتاعي، يعني مثلا ده 4 1 2 3 4، وممكن تلاقي السايكل معموله بالمنظر ده او مرسوم مربع بس زي ما كنا بناخد في الهكسين مثلا، برسمه لكم 6 ممبر رينج وخلاص، يبقى ده 4 فبيبقى اسمه سايكلو بيوتين، وبضيف بقى كلمه كربوكسيليك اسيد، سايكلو بيوتين كربوكسيليك اسيد، يبقى ده موجوده في السايكليك ستراكشرز اهو زي هنا برضو. هاجي هنا اسمه ايه؟ انا عايز اخبي لكم الاسامي وانتوا تقولوا لي مين هيتكلم معايا. مين عايز يقول ده؟ سايكلوبروبان كربونيك اسيد، مش كربونيك بقى، كربوكسيليك، كربوكسيليك اسيد.
برافو يا محمد، يبقى دي الكربوكسيليك بقول عليها كربوكسيليك اسيد زي ما هي كده، واشوف ايه اللي شابك فيها من السايكليك ستراكشرز واقول سايكلو بروبين، يعني ده سايكلو بروبين كربوكسيليك اسيد. اكزامبل اللي بعده سايكلو بيوتين. برافو هايل. اللي بعده ها اندريو، تاني حد غير اندريو؟ عايزاكم كلكم تجاوبوا. سايكلو ده 5، يبقى اسمه ايه يا محمد؟ سايكلو بنتانول. برافو سايكلو بنتين، واحط جنبها ايه؟ كربوكسيليك اسيد. هايل برافو عليكم، ده نفس القصه. ها برافو يا احمد، سهل النومنكليتشر. في اي مشكله فيها؟ حد عنده اي مشكله في النومنكليتشر لحد دلوقتي؟ تمام، بس دي كده النومنكليتشر باختصار للاليفاتيك والسايكليك كربوكسيليك اسيد. الاروماتيك بقى، عشان احنا بناخد اليفاتيك اسيد واروماتيك اسيد، فالاروماتيك اسيدز بقى هسميها ازاي؟ هسميها من اسم، مثلا عندي بنزين، مش احنا الفيرست ممبر بتاع الاروماتيك ستراكشرز كان هو البنزين رينج، فبقول عليه بنزين، فباجي على اسم البنزين ده سواء بقى بنزين او تولوين او كلورو بنزين، بشيل الاي اللي في اخر الاسم واحط مكانها اويك اسيد. يعني مثلا البنزين هيبقى بنزويك اسيد، يعني البنزين هيبقى بنزويك اسيد. نيجي نشوف اكزامبلز للحاجات اللي عندنا. ادي مثلا اول ممبر عندي في الاروماتيك كربوكسيليك اسيدز اللي هو حلقه البنزين اهيت قدامي، واتاتشد ليها كربوكسيليك اسيد دايركتلي اتاتشد، دي الدايركتلي اتاتشد زي ما احنا قلنا بقى اسمه بنزويك اسيد او بنزين كربوكسيليك اسيد. تمام، الكامن نيم بتاعه بنزويك اسيد برضه من اسمه، يبقى يا اما اسميه بنزين كربوكسيليك اسيد او بسميه بنزويك اسيد، ده بالنسبه للايباك نيم. هلاقي الكامل نيم بتاعه اسمه بنزويك اسيد بقى. طيب لو جيت على ده، انا ابتديت يبقى عندي سبستيوشن اهو، هنا ما كانش عندي سبستيوشن. الاكزامبل اللي بعده هلاقي ابتدى يبقى عندي سبستيوشن. سبستيوشنز هشوف برضو زي ما كنا بنتعامل مع الاليفاتيك، هو نفس الاروماتيك بالظبط. فهعمل ايه؟ هاجي على الكربوكسيليك الكربون اللي عليها كربوكسيليك جروب، دي بتبقى هي نمبر 1، مش برقم بقى من عند الكربوكسيليك. هتبقى هي دي نمبر 1، كاني برقم البنزين رينج واحنا بناخدها في الاروماتيك. بعد كده هتبقى دي كربون نمبر 2 3 4 5 6، فالاو اتش موجود عند كربون نمبر كام؟ هتبقى 2، يبقى 2 هيدروكسي بنزويك اسيد، لان البيرنت عندي هنا هيبقى البنزويك اسيد ده كله على بعضه، فانا عندي في التو بوزيشن هيدروكسي جروب بقى اسمه 2 هيدروكسي بنزويك اسيد. ليه كامن نيم؟ كلنا خدناه في المعمل اعتقد، ده ما ننساهوش خالص. اسمه ايه الكامن بقى؟ الكامن نيم بتاعه اسمه ايه؟ اللي هو ساليسيليك اسيد. يس برافو، بقى ده اسمه ساليسيليك اسيد. لما اجي اقول لك الكامن نيم الايوباك نيم بتاع ساليسيليك اسيد هو ايه؟ هتقول لي ايه؟ 2 هيدروكسي بنزويك اسيد. تمام؟ طيب هنيجي بعد كده لما يبقى عندي 2 كربوكسيليك جروبس بقى، لا ببتدي رقم بقى عشان هيبقى داي، ده بقى بالنسبه للداي كربوكسيليكس، فبقول داي مثلا بنزين يبقى 1 2، الاثنين موجودين على كربون نمبر 1 وكربون نمبر 2، يبقى 1 2 بنزين داي اويك اسيد، فده بالنسبه للداي اويك اسيد. ده برده الكامن نيم بتاعه اسمه فيثاليك اسيد، واخدناه برضو في اللاب. تمام، طب لو الاثنين ميتال بعض هيبقى 1 3 بنزين داي اوك اسيد. تمام، يبقى 1 3 بنزين داي اوك اسيد او بنزين داي كربوكسيليك اسيد. برضو ده هيبقى 1 4، الاثنين بار البعض 1 4 بنزين داي اوك اسيد او بنزين داي كربوكسيليك اسيد. في حاجات تانية بقى اللي هي بتبقى سيبريت، اللي بتبقى سيبريت زي ده مثلا، ده اسمه سيناميك اسيد، ده الكامن نيم بتاعه، ولما باجي اسميه بقى بقول بعتبر ان الفينايل هنا هي سبستيتيوشن،
بعتبر الفينايل هي سبستيتيوشن وبرقم ده اذا الفاتيك اسيد هبتدي ترقيم من هنا 1 2 3 يبقى انا عندي 3 فينايل بس خد بالك هنا دبل بوند اي يبقى اين بروبينويك اسيد يبقى بروبينويك اسيد يبقى انا هنا بسميه اذا الفاتيك اسيد وبعتبر الفينايل جروب هي سبستيتيوشن وبشوف هي عند رقم كام من الكربون وبديها الرقم بتاعها يبقى هنا 1 2 3 يبقى 3 فينايل ودول 3 يبقى بروبين عشان هي الكين بروبينويك اسيد. خدتوا بالكم ان البريوريتي هنا كانت للكربوكسيليك اسيد عن الدبل بوند؟ يبقى هنا البريوريتي كانت للكربوكسيليك فانكشنال جروب بتاعه الاسيد. تمام؟ هنا برضو نفس الاكزامبل السيباريتي ده هي برضو يعني الكربوكسيليك ما هياش دايركتلي اتاتشد على الفينايل فبعمل ايه؟ بعتبره الفاتك وبعد كده برقم وباخد الفينايل دي از سبستيتيوشن هنا 1 2 3 1 1 2 التو عليها حاجتين عليها الهيدروكسي وعليها الفينايل زي ما كنا بنقول كل مره ان انا اما باجي احط السبستيتيوشن اللي عندي بحطه برقمه اه بس بتابع الرولز بتاعت الالفابيتيكال مين اللي بيجي قبل مين هلاقي الهيدروكسي الاتش بتيجي قبل الفينايل فهيبقى عندي 2 هيدروكسي 2 فينايل الاثنين موجودين على نفس الكربون 2 هيدروكسي 2 فينايل ايثانويك اسيد عشان ده 2 كربون ايثانويك اسيد ده ليه كامل نيم اسمه مندليك اسيد تمام ده بالنسبه للنومنكليتشر بتاعه الارومات ده هو نفسه تاني اهوت ماشي هنا بس الجديد ده بقى في التو بوزيشن امينو يبقى تو امينو بنزويك اسيد احنا عرفنا خلاص ان ده بنزويك اسيد فبقول تو امينو بنزويك اسيد ده اسمه في الكامل انثرانيليك اسيد ده اسمه ايه اسمه تو ميثايل بنزويك اسيد او بنزين كربوكسيليك اسيد تو ميثايل بنزويك اسيد او بنزين كربوكسيليك اسيد دي الاكزامبلز اللي ممكن تقابلكم في الاروماتيك اسيد في حاجة مهمة الأسيدز دي تقدر تعملها إن هي بتكون سولت تمام إحنا أخدنا أصلاً برضو سولت في اللابس وبنسميها إيه؟ بنقول عليها أويت يبقى صوديوم بنزويت مش بنزويك أسيد بقى بشيل حتة الأيك أسيد دي وأحط إيت يبقى بنزويت ده بالنسبة للنومنكليتشر بتاع السولت كده خلصنا كل النومنكليتشر في حد عنده أي مشكلة في النومنكليتشر لحد دلوقتي؟ طيب كويس يبقى احنا هندخل بعد كده على الفيزيكال كاركترز بتاعي واحنا هنعرفهم بالتدريب لان احنا لما ندخل في الدريفاتيفز بتاعه الاسيد هنلاقي دول هيقابلونا انثرانيليك ساليسيليك فيثاليك فانت هتستسهل تقولهم بالاسم ده ماشي فهنعرفهم يعني مش هنحفظهم هنعرفهم لان هم هيقابلونا كتير اوريدي الساليسيليك احنا عارفينه البنزوك خلاص هو الكامن والايوباك شبه بعض الانثرانيليك اللي هو فيه امينو فهتلاقي برضو ان احنا هناخد كمان شويه الانثرانيليك فهنعرفه كده بالكامن نيم بتاعه اوكي ماشي ندخل بقى على الفيزيكال كاركترز بتاعتنا عشان نعرف هنتعامل مع الاسيدز بتاعتنا دي ازاي ايه بقى الكاركترز بتاعتنا هلاقي ان الكربوكسيليك اسيدز دي اللي هم ليهم لو موليكولار ويت هلاقيهم ليكويدز وبعد كده هلاقي سوليد زي ما شفنا في المعمل احنا خدنا مثلا الاسيتيك اسيد كان ليكويد الفورميك اسيد كان ليكويد لما جينا بعد كده نكبر شويه بالكربونز او بالموليكولار ويت بتاعنا لقينا ان انا عندي السيتريك كان سوليد ذلك كان سوليد وهكذا يبقى الاقي منهم حاجات ليكويد وحاجات سوليد الميلتنج بوينت هلاقيها قليله تمام بيبقى الكالر بتاعهم يعني معظمهم بلاقيهم ابيض ده بالنسبه للالفات بالنسبه للاروماتيك كربوكسيليك اسيدز بلاقيها برضو بس بتبقى كلها سوليدز وبتبقى كريستلز فبتبقى كريستال سوليد زي ما شفتوا البنزويك اسيد والساليسيليك اسيد في المعمل كده هتلاقيهم حاجات كده شايني بتلمع كده ولونها ابيض تمام الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت بقى ديت لو تفتكروا كده واحنا بنشرح في الالكحول قلت لكم لو انا عايزه احكم على المركب بتاعي بيدوب في الميه ولا لا هحكم هو بيقدر يكون هيدروجين بوند وذ ووتر
ولا لا؟ يبقى كده بيدوب. لو كون هيدروجين بونز ويز ووتر يبقى هو صالبل في الووتر. طيب لو ما بيقدرش يبقى لا ما بيدوبش. طب ايه تاني البويلنج بوينت دي ايه حكايتها؟ البويلنج بوينت لو هو هيقدر يعمل انتر مولكيولار هيدروجين بوند ويز اتش مولكيولز يبقى مع نفسه بيقدر يعمل هيدروجين بوندز، يبقى البويلنج بوينت بتاعته هتبقى عاليه، لان انا قلت البويلنج بوينت دي انا بدي للمركب بتاع انرجي عشان اكسر المركبات بتوين الاتومز. طب لما اكسر المركبات بتوين الاتومز هل هيختلف لو هو عامل بقى اكسترا بونز؟ اه طبعا، لو هو عامل اكسترا بونز هضطر اكسر الاكسترا بونز الاول، بعد كده ابتدي اكسر البونز الاساسيه بتاعه المركب بتاعي، فبالتالي هيحتاج انرجي اعلى فهيغلي عند درجه حراره اعلى. تمام، نشوف الكلام ده برسومات عشان نفهم اكتر. ده بالنسبه للبويلنج بوينت، انا عندي ده مولكيول اهوت من الاسيد سواء اي ار او ار، بعديها ادي السي ده بالبوند او او اتش، دي الكربوكسيليك فانكشن جروب بتاعتي يعني. تمام، انا عندي او اتش وعندي سي دبل بوند او. انذر مولكيول، مولكيول تاني هو نفس الاستراكشر بتاعي اهو، عنده برضو نفس السي دبل بوند او وعنده الاو اتش بتاعته، فبيعمل ايه بقى؟ بيعمل انتر مولكيولار هيدروجين بوند. الاتش هتعمل بوند مع الاكسجين، وهنا الاتش برضو هتعمل بوند مع الاكسجين، وكون لي ستيبل فورم سايكليك استراكشر. ده يبقى هو هنا كون لي سايكليك استراكشر، فالسايكليك استراكشر ده عمل ستابلايزيشن للمركب بتاعي، فبالتالي هيبقى صعب شويه ان انا اكسره عشان هو كون سايكل، كون سايكل. ده لو فاكرين الشكل بتاع الكحول ما كانش بيعمل السايكل ده، كان بيعمل انتر مولكيولار هيدروجين بوند اه، بس ما كانش في سايكل رينج كده. سايكل رينج دي مدياله ستابيليتي، مدياله ستابيليتي شويه، فبالتالي هتبقى البويلنج بوينت بتاعته اعلى. يعني لو جيت اقارن بين الكربوكسيليك اسيدز والالكحولز، بما ان انا اللي شارحه لكم نفس التو كلاسز، لو جيت اقارن بين الكربوكسيليك اسيدز والالكحولز هقول ان الكربوكسيليك اسيدز البويلنج بوينت بتاعتهم اعلى من الالكحولز، بالرغم ان الالكحولز برضو بتعمل انتر مولكيولار هيدروجين بونز. ليه؟ لازم في حاجه هنا مختلفه. ليه؟ عشان الهيدروجين بونز اللي بتتكون هنا بتبقى في سايكل اكستراكشن، فبالتالي البويلنج بوينت بتاعته هتبقى اعلى. وصلت؟ تمام؟ طيب نيجي بقى على البارت الثاني اللي هو الصلابيلتي. الصلابيلتي في الووتر قلت ان المركب بتاعي طالما يقدر يعمل هيدروجين بوند وذ ووتر يبقى بيدوب في الميه. طيب الكحول، ادي الكحول هو ار او اتش، قدر يعمل هيدروجين بوند مع الووتر؟ اه بيدوب. تمام، هنيجي نبص على الاسيد، الاسيد اهو ادي ار سي دبل بوند او او اتش، اهي او اتش. تمام، هيقدر يعمل هيدروجين بوند وذ ووتر؟ اه هيدوب. طب لما اجي اقول لكم مين بيدوب اكتر، الاسيد ولا الكحول، انهي واحد بيدوب اكتر؟ الاقي ده بيرتبط بعدد المولكيولز من الووتر اللي هو وعمل معاهم هيدروجين بوند. يعني هنا في الكحول عمل مع 2 مولكيولز من الووتر، في الاسيد عمل ايه؟ عمل مع 3. يبقى مين اللي بيدوب اكتر؟ الاسيد. برافو. يبقى انا لما اجي اقول لك الاسيد بيدوب اكتر من الكحول في الووتر عشان بيكون كام هيدروجين بوند، واجيب لك اختيارات 2 3 4 5، هتختار كام؟ 3. تمام، يبقى ده الكمباريزن بتوين الاسيدز والكحول في الجزء بتاع البويلنج بوينت وال الصلابيلتي. الصلابيلتي بقى بتقل لما يزيد عدد الكربونز اللي عندي في الاستراكشر. يبقى طول ما عدد الكربونز او الموليكولار ويت بتاعي قليل كان المركب بيدوب. طب لو الموليكولار ويت بتاعي زاد يبقى الصلابيلتي هتقل، زي الكربوكسيليك اسيدز كده. ما الكربوكسيليك اسيدز فيها الكربوكسيليك فانكشنال جروب زي الالفات بالظبط، اللي هي سي او او اتش موجوده. طب هو بيدوب في الوتر، لو خدتوا بالكم واحنا بناخد البنزوك والساليسيليك والحاجات ديت ما لقيناهاش بتدوب في الوتر، صح؟ طب ما بتدوبش ليه مع ان هي عندها الكربوكسيليك؟ لا، عشان الهاي موليكولار ويت بتاعها، عندها 6 كربون اتومز وفي سايكليك ستراكشر، فبالتالي هتقل الصلابيلتي بتاعتهم في الوتر.
يبقى انا اعرف مهم برضو ان انا اعرف ان لما بيزيد المولكولار ويت بتاعي بتقل السولابيليتي في الوتر. في حاجه مهمه قوي وكاركترستيك لازم اعرفها بالنسبه لما بيبقى عندي سبستيتوشن في الاروماتيك اسيدز، وخصوصا دي بتظهر قوي في الساليسيليك اسيد، بيعمل لي حاجه اسمها انترا مولكولار هايدروجين بوند. انترا مولكولار هايدروجين بوند في نفس المولكيول، مش بيعمل بقى مع انذر مولكيول زي اللي احنا كنا لسه شارحينها، لا ده انا بلاقيه في نفس المولكيول لانه عنده سبستيتوشن بالاو اتش، وادي الكربوكسيليك فانكشن الجروب بتاعتي اهي، فبيعمل لي هايدروجين بوند انترا مولكولار، فبالتالي بيأثر على المركب بتاعي في ناحيه ايه؟ في ناحيه الصلابيليتي في الووتر، وفي كمان البويلنج بوينت بتاعته، هلاقي البويلنج بوينت بتاعته اعلى وهلاقي الصلابيليتي بتاعته اقل. تمام؟ لان هو ما بقاش فري، يعني الكربوكسيليك بتاعتي ما بقتش فري، لا ده عامله هايدروجين بوند انترا مولكولار. تمام؟ يبقى ده بالنسبه للساليسيليك اسيد. نيجي بقى نحضر المركبات بتاعتنا. عايزين نحضرهم، هنحضرهم ازاي؟ اسهل طريقه ممكن احضر بيها الاسيد هي ايه؟ ها؟ اسهل طريقه ممكن احضر بيها اسيد. اكسده الكحولات الاولية. اكسده الكحول، اكسده الالديهايد. برافو. يبقى اسهل طريقه لو انا عندي الكحول اعمل له اوكسيديشن يديني الاسيد، لو عندي الديهايد اعمل له اوكسيديشن يديني الاسيد. تمام؟ هنا بالنسبه للالكحول هيحتاج سترونج اوكسيدايزنج ايجنت، يبقى انا في حاله الاسيد الكحول هيحتاج سترونج اوكسيدايزنج ايجنت عشان بيعدي بمرحلتين، الالديهايد بيكون لي الالديهايد الاول وبعد كده بيكون لي الكربوكسيليك اسيد. ايه الاوكسيدايزنج ايجنت اللي انا ممكن استخدمها هنا؟ بستخدم حاجتين اللي هو البوتاسيوم برمنجانيت او البوتاسيوم دايكروم. البوتاسيوم برمنجانيت دي ممكن اعملها في اسيد اور بيزك ميديا، والدايكروميت دي بعملها في اسيدك ميديا. تمام؟ يبقى اسهل طريقه او اول طريقه تيجي على بالي اول لما اقول انا عايز احضر الاسيد اوكسيديشن، اوكسيديشن بتاع الكحول او اوكسيديشن بتاعت مين؟ بتاعت الالديهايد. تمام؟ طيب ده بقى الاستراكشرز بتاعي اهوت، ايا كان بقى الاستراكشر اللي عندك هبص الاقي ان الحته بتاعت اللي شابك فيها الاو اتش دي كلها الاول السي اتش 2 او اتش دي بتتحول ل سي او او اتش، يعني معناها ايه؟ معناها ان اثنين هيدروجين خرجوا ودخلت مكانهم واحده اكسجين. ماشي؟ يبقى الاثنين الهيدروجين اللي خرجوا، طب انا هنا حاطه اثنين اكسجين، حاطه اثنين ليه؟ عشان الاثنين الهيدروجين اللي خرجوا دول واخدوا واحده اكسجين وكونوا لي الووتر. تمام؟ وبعد كده السي اخذت اكسجينها وبقت سي او او اتش. طيب لو انا عندي الدهايد بقى، لو انا عندي الدهايد بياخد اكسجينها واحده بس. ليه؟ لان انا عندي اصلا السي دبل بوند او متكونه فهيدخل او اتش، لو انا عندي او اتش. تمام؟ يبقى ده اكزامبلز للاكسديشن بتاعت الالكحولز والاكسديشن بتاعت الالديهايد. ممكن بيحصل بعد الاكسديشن، ممكن تلاقي الاكسديشن حصلت لو انا عاملاها في وجود بيزك ميديا، وخصوصا انا قلت دلوقتي التوري ايجنتس اللي انا بستخدمهم في الاكسديشن اللي هو البوتاسيوم برمنجانيت في وجود بيزك ميديا والدايكروميت في وجود اسيدك ميديا. طب لو انا مستخدمه بيزك ميديا هل ده هيأثر لي على التفاعل؟ بيعمل لي بس القص، يعني الفارق ان هو بيكون لي انترميديت من السولت، وانا اوريدي بيحصل له بعد كده بروتينيشن ويكون لي الاسيد، بس بيتكون السولت از انترميديت بعد كده بيديني الاسيد. تمام؟ بالنسبه للاروماتيك اسيدز بقى دي اقدر احضرها بالاكسديشن ازاي؟ اقدر احضرها من اي سايد تشين على الفينايل رينج بتاعي، اي سايد تشين فيها كربون بالمنظر ده كده سي اتش 3 سي 2 اتش 5 اي سبستيتيوشن سي بتتكسر او بتتاكسد وتكون لي الكربوكسيليك فانكشن جروب، بقيه السبستيتيوشن بتفضل زي ما هي. يبقى اي الكايل جروب موجوده عندي على الفينايل رينج بيحصل لها اكسديشن وتكون لي الكربوكسيليك اسيد فانكشن، سواء بقى دي كانت سي 2 اتش 5 زي ما احنا قايلين او سي اتش 3 او سي اتش دبل بوند سي اتش ار او الكيتونز برضو اللي هي سواء البنزل دايد اللي هي سي اتش او او الاسيتوفينو اللي هي سي دبل بوند او سي اتش 3، اي سبستيوشن في بدايتها كربون بتتحول لي لكربوكسيليك اسيد فانكشن جروب. ده بالنسبه للاكسديشن عشان احضر الاروماتيك اسيدز.
ادي اكزامبل تاني اهوت، ادي عندي هنا سي اتش 3 وفي الباراسبستيتوشن نيترو، النيترو ماليش دعوه بيها ما بيحصلهاش حاجه، السي اتش 3 دي في وجود البوتاسيوم برمنجنيت هي اللي بتحول لي لكربوكسيليك اسيد. اوكي في حاجات بقى لازم اخد بالي منها وانا شغاله، انا هعمل اوكسيديشن هشوف الاول السبستيتيوشن بتاعته، خصوصا دي هتقابلنا في الاروماتيك، يعني دي اكتر حاجه هتقابلنا في الاروماتيك السبستيتيوشن لازم اخلي بالي منها. انا قلت هنا ال NO2 مش هتتاثر بالاكسديشن فخلاص استخدمت الاكسيدايزنج ايجنت اللي انا محتاجاه وحضرت الاسيد بتاعي. طب لو انا الجروب سبستيتيوشن دي هتتاثر بالاسيديتي بالاكسديشن هعمل ايه؟ بعمل لها حاجه اسمها بروتكشن، يعني بعمل لها بروتكشن الاول وبعد كده في الاخر اعمل لها هيدروليسيس ارجعها لاصلها. طيب الامينو دي هعمل لها استابيليتي بايه او هعمل لها بروتكشن بايه؟ بعمل لها اسيتايليشن. اسيتايليشن هحط الاول على المركب بتاعي اسيتيك انهيدرايد هتتحول ل ان سي دبل بوند او سي اتش 3، بعد كده اعمل الاكسديشن بتاعتي مش هتاثر على الجروب دي هتاثر بس على الميثايل خلاص حولتها لي كربوكسيليك وصلت للحته اللي انا عايزاها، ارجع اعمل هيدروليسيس للمركب بتاعي يديني الامين بتكون لي بارا امينو بنزويك اسيد. يبقى انا في الاروماتيك اخد بالي على السبستيوشن، السبستيوشن دي هتتاثر بالاكسيدايزنج ايجنت ولا لا؟ لو لقيتها ما بتتاثرش خالص، لقيتها بتتاثر اقعد افكر شويه اعمل لها ايه، فهبص الاقي نفسي اعمل لها بروتكشن زي في حاله الامين. تمام. ممكن احضر الاروماتيك بطريقه ثانيه، ممكن احضرها بطريقه ثانيه هتسهل عليا اكتر، اللي هي ايه؟ اعمل كلورينيشن الاول للسايد تشين، اهي تعمل كلورينيشن بالكلورين عادي سهله جدا، بعد كده احط عليها صوديوم هيدروكسيد هتتحول لي OH، بقت الجزئيه دي كده عندي الكحول وانا عارفه ان الكحول هحط عليه اي اوكسيدايزنج ايجنت يحول لي للكربوكسيليك اسيد. ممكن كمان احولها لتراي كلورو، بعد كده بوجود الكالسيوم هيدروكسيد هتتحول لي للكربوكسيليك اسيد، ودي بيستخدموها على لارج سكيل في الـ في الـ في الاندستري في الصناعه، ودي بيسموها اندايركت اوكسيديشن، يعني الطريقه دي كده بنقول عليها اندايركت اوكسيديشن، ما استخدمتش انا اوكسيدايزنج ايجنت بعينه، يعني هنا انا عملت ستيبس وفي الاخر حطيت البوتاسيوم برمنجنيت اللي انا عارفه ان هو اوكسيدايزنج ايجنت، هنا انا ما استخدمتش اوكسيدايزنج ايجنت، فعشان كده بنسميها اندايركت اوكسيديشن. دي كانت الاكسديشن. ممكن كمان اعمل اوكسديشن كان من الالكحول او السايد تشين اللي هي الميثايل، ممكن من الكيتون، هنا في الاكزامبل اللي قدامي ده هحضر الاسيد من الكيتون زي الاسيتوفينون، انا لسه قايله لكم لو عندي سي او سي اتش 3 هعمل لها اوكسديشن هتتحول لي لسي او او سوديوم السولت الاول اذ انترميديت، بعد كده هعمل هيدروليسيس بوتر هيديني الكربوكسيليك اسيد بتاعي. دي طريقه ثانيه اقدر احضر بيها الاسيد لو انا الستارتنج ماتيريال بتاعتي الاسيتوفين. تمام. ده الميكانيزم بتاعي عشان نبقى واضحين مع بعض من الاول، انا اعتقد ان انا قلتها في المحاضرات اللي فاتت بس اكد عليها ثاني، الميكانيزم انا شرحه لكم للايضاح، للايضاح مش هسالك عليه في الامتحان. اوكي ده الميكانيزم بيمشي ازاي اهو، في وجود البيز بتاخد لي بتعمل لي كابتشر لوحده هيدروجين، بعد كده بيكون الاماين دوت، بعد كده بيعمل الريزونانس بتاعه نزل التو الكترونز هنا والاكسجين هتاخد اللون بير بتاعها، يفضل يعمل كده، انا عندي الهالوجين موجود هيدخل الهالوجين، بعد كده يحصل ديسبيسمنت الهالوجين ويدخل مكانه او اتش عشان انا عندي بيز كتير، فبالتالي هيكون عندي او اتش، بعد كده بقى يفضل يعمل لي ريزونيتنج ستراكشر بقى طالما السولت موجود لحد لما يخلص السولت، هيك هيبقى حاصل لي انترميديت بين السولت والاسيد لحد لما كل الكميه بالهيدروليسيس يكون لي الاسيد بتاعها طبقا للمعادله اللي احنا قلناها. تمام. في حاجه كمان اقدر احضر منها الاسيد، اقدر احضر الاسيد من عن طريق جرينيارد، لو فاكرين جرينيارد، جرينيارد ري ايجنت اعتقد مشهور، بجيب انا ده جرينيارد، ده كده جرينيارد اللي هو الار ام جي اكس،
ار ام جي اكس دول هو ده جرينيارد. بقدر احضر انا جرينيارد ازاي؟ بحضره من الار اكس اللي هو الالكايل هالايد. يبقى انا اقدر احضر جرينيارد من الالكايل هالايد، احط عليه مغنيسيوم في وجود الايثر بيديني جرينيارد. اخد جرينيارد بقى افعل امرر عليه الكربون دايوكسيد، امرر عليه الكربون دايوكسيد سي او او اللي هو سي او 2. ايه اللي هيحصل هنا؟ انا عارفه من الحاجات اللي احنا اخدناها قبل كده ان جرينيارد الار بيبقى عليها نيجاتيف تشارج والام جي اكس بيبقى عليها بوزيتيف تشارج. فايه اللي بيحصل؟ الار دي هي هتاكت از نيكلوفيل، تروح تعمل اتاك على الكربونايل بتاعت الكربون دايوكسيد وتمسك فيها ويبقى ار سي ده ببوند او، والام الثانيه بقى عليها نيجاتيف تشارج اخذت الجزء البوزيتيف بتاع الجرينير فبقت او ام جي اكس، يبقى ار سي ده ببوند او او ام جي اكس. هعمل هيدروليسيس هيطلع الاكس ام جي او اتش ويكون لي الاسيد ده جرينير. جرينير ده ممكن اعمله في الاليفاتك زي ما انا عامله كده دي ار، لو جيت بدلتها وبقت فينايل هيحصل حاجه ولا اي حاجه؟ هو نفسه، بدل الار هحط فينايل رينج او اي ار. ولو عندي سايكليك ستراكشر الار دي كانت سايكلوهكسين مثلا، هشيل الار واحط سايكليك ستراكشر، هي نفس القصه بالظبط. هيكون لي الار او الاي ار ام جي اكس الاول، بعد كده همرر عليه الكربون دايوكسيد هيكون لي الانترميديت دوت، بعد كده هعمل هيدروليسيس يديني الاسيد. ممكن الاسيد احضره عن طريق جرينيارد زي ما احنا شفنا مع السايكليك كومباوندز مع الاليفاتيك ستراكشرز مع الاروماتيك كومباوندز ذا سيم. في حاجه ثانيه اسمها الليثيوم، الليثيوم الالكايل ليثيوم او الفينايل ليثيوم، برضو بقدر امرره مع الكربون دايوكسيد، ده بيحصل في وجود التترا هيدروفيوريل وبيديني الانترميديت السولت مع الليثيوم الاول، بعد كده بالهيدروليسيس هيديني الاسيد. يبقى الالكايل ليثيوم او جرينيارد اقدر احضر من خلالهم الكربوكسيليك اسيد بتاعي. دي اكزامبلز كتيره بقى اهيت لجرينيارد، نقدر نذاكر زي ما احنا عايزين. اهوت ادي الالكايل هالايد بتاعي بس برانشد، مش اي مشكله خالص، اي ار هحطها واكمل التفاعل لانه بيحصل لي الجزئيه دي بس. بعد الام جي سي ال بتاعتي، وبعد كده همرر على الكربوكسيليك الكربون دايوكسيد وهيدروليسيز الستيب الثانيه هيكون لي الكربوكسيليك اسيد. ده برضو دريفاتيف ثاني الاروماتيك اللي انا كنت بقول لكم عليها اهي، ادي شلت الار وحطيت فينايل اهي، بعد ام جي برضو بي ار، مررت عليها الكربون دايوكسيد وهيدروليسيز هيديني البنزويك اسيد بتاعي. اوكي ده برضو حاجة اسمها بحضر انا الميزيتوك اسيد من الميزيتايلين، ده كده اللي هو تراي ميثايل بنزين، ده اسمه تراي ميثايل بنزين. نفس القصة هحوله الالكايل هالايد او ارايل هالايد، كده بقى عندي ارايل هالايد، هحط ام جي ودراي ايثر، اتكون عندي جرينيارد. وصلت لجرينيارد انا خلاص عرفت انا هعمل ايه، وصلت لجرينيارد خلاص هحط كربون دايوكسيد، بعد كده اعمل هيدروليسيز يديني الميزيتويك اسيد، بدأ اسمه ميزيتويك اسيد. بقدر احضره من مين؟ من الميزيتايلين. الفينايل ليثيوم برضو نفس القصه، احنا بنعمل ريفيجن. الفينايل ليثيوم هيكون لي السي او او سي ال او ليثيوم، دي ليثيوم، وهيكون لي الكربوكسيليك اسيد بتاعي. تمام كده؟ يبقى انا قدرت احضر عن طريق جرينيوم كل الدريفاتيفز اللي انا عايزه. كمان اقدر احضر الاسيد بالهيدروليسيس بتاعت النيترايلز، يبقى انا اقدر احضر الاسيد من النيترايلز. النيترايلز اللي هي ايه؟ يا اما ار يا اما اي ار سي تريبل بوند ان. تمام، هعمل هيدروليسيس هيديني الاسيد. النيترايلز دي انا كنت قلتها قبل كده مش عارفه ليك ولا ليه ولا ايه، بس الاكسديشن بتاعتها او الهيدروليسيس بتاعتها بيديني الاسيد. هناخدها بقى هي نفسها كده، لما نيجي ناخد كلاس الامينز هعمل لها ريدكشن هتديني الامين. ده الميكانيزم بتاعنا، برضو هنقراه كده فور نوليدج عشان افهم، لو في حاجه وقعت مني اعرف ازاي التفاعل مشي. هنمشي بس الميكانيزم عشان وقت المحاضره، لو في اي حاجه ما فهمتوهاش برضو تقدروا تسالوني. ده الميكانيزم برضو بتاع الاسيد كاتالايزد هيدروليسيس.
ده لو انا عايزه اعمل سبستيوشن، ممكن اعمل سبستيوشن وبعد كده احول المركب بتاعي الاسيد. مثلا لو انا عندي تولوين اهوت عايزه احضر منه البارا توليك اسيد، عايزه احضر البارا توليك اسيد من التولوين، هعمل ايه؟ الاول هعمل نيتريشن، هعمل نيتريشن عن طريق ان انا هستخدم نيتريك اسيد وسلفوريك اسيد، دخلت ال NO2، ال NO2 دي هعمل لها ريدكشن، حولها ل NH2، ال NH2 دي خلاص انا كده وصلت للمرحله اللي انا عرفت بقى هعمل ايه لوحدي، هعمل ايه؟ هعمل دايزونيوم سولت وبعد كده اعمله النيترايل. النيترايل قلت ان انا لما بعملها هيدروليسيس بتحول لايه؟ لاسيد. يبقى انا اعرف تحويل الجروبس بعضها بيحصل ايه. يبقى انا النيترايل بالنسبه لي تعتبر از انترميديت مهم، مجرد ما وصلت لها اقدر اوصل للاسيد بكل سهوله. تمام. اوكي طيب ده بالنسبه للاسيد. باي مينز اوف فريدل كرافت، ممكن عن طريق فريدل كرافت اقدر احضر الاسيد، بفعله مع ايه؟ مع حاجه اسمها فوسوجين، السي او سي ال 2 دي اسمها فوسوجين. تمام. هيحصل ايه؟ هيدخل على الفينال رينج بتاعتي سي او سي ال، بعد كده هيديني الكربوكسيليك فانكشن جروب اهو سي او او اتش. تمام. ده عن طريق فوسوجين او الفريدل كرافت اسايليشن. كمان اقدر عن طريق كانيزارو، كانيزارو بيديني ايه؟ كانيزارو بقى لو انتوا فاكرينه بيبقى عندي الالديهايد سواء اليفاتيك او اروماتيك الديهايد، بقدر افعله مع ال 30% صوديوم هيدروكسيد. ال 30% صوديوم هيدروكسيد دوت بيديني بارت، ببقى فعله مفعله تو بارتس من الالديهايد بتاعي، بيديني جزء منه بيحصل له اوكسيديشن والجزء الثاني بيحصل له ريدكشن. الجزء اللي بيحصل له ريدكشن بيديني الكحول، والجزء اللي بيحصل له اوكسيديشن بيديني السولت اوف اسيد وبعد كده بيديني الاسيد. فكانيزارو بيديني حاجتين، بارت بيحصل له ريدكشن وبيديني الكحول، وبارت بيحصل له اوكسيديشن وبيديني الاسيد. تمام. وده الميكانيزم بتاع كانيزارو اهوت. كانيزارو ده مهم جدا. الاكسجين هما التو مولكيولز هما بيتفاعلوا مع بعض، التو مولكيولز اللي انا حطاهم هما بيتفاعلوا مع بعض. الاو اتش بتدخل بعد كده دي بيبقى عليها نيجاتيف تشارج، بتنزل تعمل ستابلايزيشن لنفسها وتكون لي الاسيد اهو. الهيدرايد هنا بتدخل از نيجاتيف وبتخرج عليها نيجاتيف، تدخل على الكربوكسيليك جروب. تمام. تدخل على الكربوكسيليك جروب تعمل لها، او على سوري على الالديهيد جروب تعمل لها ريدكشن ويكون لي الالديهيد. مفهوم يا اولاد؟ كده احنا السنسس بتاعي خلص. هندخل بقى على الرياكشنز. الرياكشنز بقى بتاعت الكربوكسيليك اسيدز دي لازم اعرف الكاركتر بتاع الفانكشنال جروب بتاعتي عشان احدد ايه التفاعلات اللي هي هتمشي عليها. تمام. طيب ايه بقى ال
طيب انا لو جيت بصيت للفانكشن جروب اللي احنا اللي كانت عندنا اللي هي سي او او اتش، السي او اتش دي هاجي اقسمها لتو بارتس اللي هي سي او والاو اتش اللي هي الكربونيل جروب والاو اتش جروب. طب لو جيت ابص الحاجات دي هتتفاعل ازاي، هلاقي عندي بقى كذا نوع من الرياكشنز ممكن تحصل. ممكن رياكشنز لو الاتش بس هي هتخرج، يعني الاتش بس تخرج ويبقى سي او او، ودي بتتكون في حاله السول. ممكن الاو اتش كلها تخرج ودي في حاله الاستر او الاسيد كلورايد او الدرافيتيفز بتاعه الاسيد كلها، هبص الاقي الاو اتش كلها بتخرج ويفضل لي السي او. وفي حاجات بقى هلاقي لا السي او اتش تفضل والالفا بوزيشن اللي بعديها هي اللي تتفاعل، الكربون اللي في الالفا بوزيشن هي اللي تتفاعل. فانا معنى كده ان انا عندي كذا نوع من انواع التفاعلات هتحصل على الفانكشن جروب بتاعتي، تمام؟ طيب نبتدي بقى نشوفهم واحده واحده وده هياثر معايا في ايه. طب لو الهيدروجين خرجت زي ما احنا قلنا، يعني لو الهيدروجين دي خرجت والانين ده اتكون سواء سولت بقى او لوحده، هل هياثر عندي في الاسيديتي بتاعت الكربوكسيليك اسيد؟ هي من اسمها كربوكسيليك اسيد، يبقى ليها اسيد كاركترز ولا ملهاش؟ ليها اسيد كاركترز. طب الاسيد كاركترز دي بتيجي من فين؟ بتيجي من الحته بقى اللي احنا قلناها دي، ان الهيدروجين دي هتخرج ويفضل لي السي دبل بوند او او، تمام؟ طول ما الاتش دي في الميديا عندي بره، طول ما ليها اسيد كاركترز، وكل لما التايم بتاعها زاد ان هي تبقى فري، كل لما الاسيديتي بتاعتي زادت. طب هل في فاكتورز هتأفكت القصه دي؟ اه طبعا في فاكتورز هتأفكت القصه دي. ليه بقى؟ لاني انا عايزه الاسيد ده يبقى ليه اسيديك كاركترز. طب لما يبقى ليه اسيديك كاركترز ايه اللي هيحكم ده؟ لازم الاتش دي تفضل بره كتير. طب لما الاتش دي تفضل بره كتير، ايه اللي المركب هيعمله مع نفسه عشان الاتش دي تفضل بره كتير؟ هيعمل بقى كذا حاجه. اول حاجه منهم الريزونانس، الريزونانس ستابلايزيشن. يعني ايه ريزونانس ستابلايزيشن؟ زي الصوره اللي قدامي دي، الاتش خرجت خلاص، الاتش خرجت خلاص وبقى ليها اسيدك كاركترز. طيب الانين ده هيعمل ايه في نفسه؟ ما هي لما خرجت الاتش خرجت عليها بوزيتيف تشارج، تمام؟ خرجت عليها بوزيتيف تشارج، البوزيتيف تشارج اللي اتكونت عندي دي ثابت التو الكترونز بتوع البوند، مش انا كان عندي الاكسجين دي شبكه مع الاتش ببوند اللي هي عباره عن تو الكترونز، الاتش خرجت عليها بوزيتيف فاضيه، يعني فاضيه ثابت الالكترون بتاعها ومش فثابت التو الكترونز بتوع البوند على الاكسجين، بقى عندها نيجاتيف تشارج. نيجاتيف تشارج دي بالنسبه للاكسجين ما هياش ستيبل، ما هياش احسن حاجه، يعني هتعمل ايه؟ هتحاول توصل للاستابيليتي، هتعمل ايه؟ هتنزل التو الكترونز دول بتوع البوند ويبقى عندي سي دبل بوند او، تمام؟ طب لما يبقى عندي سي دبل بوند او بقى الكربون عليها 5 بوندز، مش هتبقى ستيبل برضه، مش ده الوضع الامثل بالنسبه لها. فهتقوم جايه الاكسجين عشان الالكترون نيجاتيفيتي بتاعتها اعلى، هتقوم جايه ساحبه التو الكترونز بتاع البوند بقى عليها نيجاتيف تشارج، بقت دي عملت ستابلايزيشن نفسها بقى دبل بوند، ودي ما بقتش ستيبل فنيجاتيف. هيفضل يعمل بقى ايه؟ ريزونيتنج ستراكشر، ينزل وده تطلع، ينزل وده تطلع، وهكذا. كل لما كان الانين ده ستيبل لمده اطول، كل لما كان الاسيد بتاعي مور اسيد، تمام؟ طيب هل في حاجات هتاثر على الحاله دي برضو؟ اه. ايه بقى هي؟ لو انا عندي سبستيتيوشن. طب لو انا عندي سبستيوشن، ايه نوع السبستيوشن اللي عندي؟ السبستيوشن اللي عندي ممكن تبقى ليها اندكتيف افكت، يعني بتدي الكترونات للاتومز اللي جنبها، وممكن يبقى ليها ماينس اندكتيف افكت، يعني يا اما هتدي يا اما هتاخد. طب لو هتدي الكترونات هتاثر على الاسيديتي ازاي؟ ولو هتسحب الالكترونات هتاثر على الاسيديتي ازاي؟ تمام، هنشوف الاكزامبلز عشان نفهم. انا ده بالنسبه لي ستيبل، ده بالنسبه لي الوضع الستيبل. انا هنا دي بتدي لده، هتخلي عليه الكترونات زياده فماسك في البروتون، مش هيخرج قوي. طب لو انا عندي حاجه بتسحب الالكترونات زي الفلور زي الكلور زي الحاجات دي بتسحب الالكترونات، فهتاخد التو الكترونز
بتوع البوند بتوع الاكسجين وهتسيب الهيدروجين ده فيكنت عليه بوزيتيف تشارج فهيبقى مور اسيدك. طب العكس بقى لو انا عندي حاجات بتدي الكترونات زي الميثايل جروب، الميثايل جروب بتدي للي جنبها فدي هتدي للي جنبها، فبالتالي هيبقى دي عليها نيجاتيف تشارج اكتر فهتفضل ماسكه في البروتون مش هترضى تخليه يمشي. يبقى انا افهم الحته دي ايه؟ افهم ان انا لو عندي حاجه ليها ماينس اندكتيف افكت بتسحب الالكترونات يبقى هتزود الاسيدك كاركترز بتاعتي. طب لو حاجه بتدي الكترونات هتقلل الاسيدك كاركترز بتاعتي. طيب لو هي حاجه بتسحب الالكترونات هل هيختلف اذا كانت كلور ولا بروم ولا يود؟ اكيد هتختلف. ليه بقى؟ عشان الالكترونيجاتيفيتي بتاعتي، الالكترونيجاتيفيتي بتاعتي كل لما تبقى عاليه كل لما يبقى الاسيديتي اعلى، وكل لما تقل الالكترونيجاتيفيتي كل لما الاسيديتي تقل. فبالتالي انا لو جيت بصيت للبريودكال تيبل بتاعي هلاقي ان الفلورايد اعلى في الالكترونيجاتيفيتي من الكلورايد، اعلى من البرومايد، والبرومايد اعلى من الايودايد. فبالتالي لما احب ارتب الاسيد اكوردنج للسترونج اسيديتي هلاقي الفلورو اسيتيك اسيد اعلى من الكلورو اسيتيك اسيد، اعلى من البرومو اسيتيك اسيد، اعلى من الايودايد. يبقى انا بالنسبه لي الالكترونيجاتيفيتي بتاثر. طيب وضع الاتوم اللي الهالوجين ده، الهالوجين وضعه بالنسبه للكربوكسيليك فانكشنال جروب هل هيفرق قربه بعده منها؟ برضو لقينا ان هو هيفرق. لو هي جنبه على طول هيبقى اكتر اسيديتي، غير لما يبقى بعيد، غير لما يبقى ما فيش خالص. طب عدد الهالوجين هيفرق؟ لو عندي ثلاثة هيبقى أكتر أسيدتي من اللي عنده اثنين. أنت متخيل أن أنت جنبك اثنين من صحابك بيشدوا فيك، ولا لما بقى جنبك واحد بس بيشد فيك، ولا ما بيبقاش حد بيشد فيك خالص؟ لا، أنت واقف لوحدك استيبل، واحد بيشد فيك هيحركك ناحيته شوية. طب لو الاثنين بيشدوا في نفس الاتجاه يعني خلاص هيزودوا الأسيدتي بطريقة بشعة. يبقى أنا لما يبقى عندي ثلاثة كلورو هيبقى المركب بتاعي مور اسيدك عن لما يبقى عنده 2 كلورو، اكتر من لما يبقى عنده 1 كلورو، اكتر برضو من البلين نفسه اللي معلهوش هالوجين خالص. وقلنا البوزيشن بتاعتي بتختلف، يعني لما بيبقى جنبه احسن من لما بيبقى بعيد قوي. تمام، دي كلها فاكتورز افكتنج على الاسيديتي. يبقى انا عرفت لما يبقى عندي جروب بتسحب الالكترونات بتزود الاسيديتي، البوزيشن بتاعها قربها او بعدها عن الكربوكسيليك فانكشن جروب بيزود الاسيديتي، الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها المختلفه الاعلى الكترونيجاتيفيتي بيزود الاسيديتي اكتر من الثاني. طب لو احنا قلنا الجروب اللي عندي ليها بوزيتيف اندكتيف افكت بتدي الكترونات يبقى في الحاله دي هتقلل الاسيديتي بتاعتي. اوكي، وقلنا الاستابيليتي طبعا بتاثر، وكل لما يبقى ستيبل اكتر كل لما الاسيديتي بتاعتي زادت اكتر. طيب بالنسبه للاروماتيك بقى هلاقي بقى زاد عندي حاجه مهمه اللي هي ايه؟ السبستيتيوشن. السبستيتيوشن في الاروماتيك بتاثر على الاسيدتي ولا ما بتاثرش؟ بتاثر طبعا. نفس القصه، لو هي بتدي الكترونات هتزود هتقلل الاسيدتي، لو هي بتسحب الالكترونات هتقلل الاسيد هتزود الاسيدتي، او بتدي هتقلل، عكس، علموها كده العكس، اللي بيدي بيقلل، اللي بياخد بيزود. تمام، هيزيد عندي بقى في السبستيتيوشنز بتاعت الاروماتيك حاجه اسمها الميزوماريك افكت. ميزوماريك افكت او ريزونانس افكت يعني ايه؟ يعني الجروب اللي عندي دي مش جاست ان هي بتاكتف الاندكتيف افكت، يعني الاندكتيف افكت بيدي بس الالكترونات ما بتتحركش. اما الميزوميريك افكت لا، ده بتاخد الالكترونات بتاعه الرينج ويدخل في الريزونانس. فبالتالي زي ما انتم شايفين كده حاجه زي النيترو جروب دي احنا بنسميها بلاعه الكترونات، ما بتخلصش. اي الكترونات هتاخدها هتفضل تشد 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 فهتسيب الهيدروجين ده فري، مش عايزاه تاني. فكل ما يفضل الهيدروجين فري كل لما هيبقى مور اسيدك اكتر. تمام، في حاجه كمان مهمه ودي هنلاقيها في السبستيتيوتد اسيدز. لما بيبقى عندي هيدروكسي بنقول عليها الاورثو افكت. الاورثو افكت يعني ايه اورثو افكت؟ انا دلوقتي ده الاناين بتاعي اهو، تمام، بيفضل يعمل ريزونانس ستابلايزيشن لنفسه زي ما قلنا خلاص، والهيدروجين بتاعي فري.
طيب لو انا عندي سبستيوشن في الاورثو بوزيشن او اتش، لو فاكرين وانا بشرح على الساليسيليك قلت لكم ان هو بيعمل انترا موليكولار هيدروجين بوند، عملت هيدروجين فقفلت واحده من الاكسجينز، ف يعني بعد فرصه ان الهيدروجين يرجع يعمل اتاك على الكربون على الاكسجين تاني بقت نص، بعد ما كانت عنده نص هنا ونص هنا يقدر يرجع على الاكسجينات دي او يقدر يرجع على الاكسجينات دي، عنده فرصه كامله يرجع هنا او يرجع هنا. دلوقتي انا قفلت نص الفرصه فما بقاش عنده فرصه خالص يرجع. طب لو انا عندي داي سبستيوشن، لو انا عندي داي سبستيوشن في الاورثو بوزيشنز هيقفل، فكده هيسمح للبروتون ان هو يرجع للاكسجينات بتاعته تاني؟ لا. فمعنى كده ان الداي هيدروكسي بنزويك اسيد مور اسيدك زان مونو هيدروكسي بنزويك اسيد مور اسيدك زان بنزويك اسيد اتسلف. ماشي كده؟ الاورثو افكت ده مهم، وده مور اسيدك عن المونو سبستيتيوتد اكتر من النون سبستيتيوتد. طيب نيجي بقى ندخل على الرياكشنز. احنا الحاجات دي كنا بنوضح ايه اللي عندنا في الفانكشنال جروب دي، او ايه اللي ميزها الفانكشنال جروب دي عشان يبقى ليها الاهميه ان هي تبقى البريوريتي ليها في النومنكليتشر، ان التفاعلات بتاعتها والاسيدز واخده كلاس او حجم من المحاضرات اكتر كمان، فلان هي كذا جزء فيها بيتفاعل. قلنا الحته بتاعت الاسيديتي والهيدروجين اللي خرج، الهيدروجين اللي خرج في الحاله دي بيكون لي السولت اوف اسيد. يبقى انا لو عندي صوديوم كربونات، ودي اللي انتوا بتعملوها في المعمل لو فاكرين لما كنا بناخد الاسيد ونحط عليه صوديوم كربونات يحصل لي ايفورفيسنس. الايفورفيسنس ده بقى نتيجه للايفاليشن بتاع الهيدروجين بيكون لي حاجه اسمها باي كربونات. الباي كربونات الهيدروجين دي اللي بتخرج، هيدروجين كربونات دي بيعمل لي ايفورفيسنس نتيجه للايفاليشن، لان الباي كربونات دي بعد كده بتتكسر وبتديني الكربون دايكسيد ووتر. الكربون دايكسيد ده عارفين احنا ان هو جاز، الجاز ده بيطلع كده بابلز كده بيعمل لي الايفورفيسنس بتاعي. يبقى مهم قوي ان احنا نعرف كل حاجه كده، او كل تيست تيوب احنا بنمسكها في اللاب ايه اللي بيحصل جواها، ده اللي بيحصل في التفاعل اللي انت كنت بتعمله ويديني الايفورفيسنس بتاعي. تمام. هيدروجين بتاعي خرج عمل الكربونات، والكربونات دي تتكسر وتديني الكربون دايوكسيد والووتر ويديني الاسيد الايفورفيسنس بتاعي. تمام. كمان هيحصل ريدكشن ضمن التفاعلات اللي هتحصل عندي، هيحصل ريدكشن الاسيد عشان هو كلاس مهم. بيعمل لي عشان اعمل له ريدكشن لازم استخدم سترونج ريدوسينج ايجنت. سترونج ريدوسينج ايجنت ايه السترونج ريدوسينج ايجنت اللي انا هستخدمه هنا؟ حاجه اسمها ليثيوم الومنيوم هيدرايد. ليثيوم الومنيوم هيدرايد بتدخل الهيدرايد ايون ده اللي عليه نيجاتيف تشارج بيدخل يعمل اتاك هنا ويخرج لي الاذر مولكيولز ويكون لي في الاخر الالكحول. يبقى انا اعرف ان الريدكشن بتاعه الكربوكسيليك اسيد في الاخر بتوصل لمرحله مين؟ الالكحول، برايمري الكحول. من ضمن التفاعلات كمان ان انا اقدر اعمل ديكربوكسيليشن، يعني انا لو عندي الاسيد بتاعي حطيت عليه كالسيوم اوكسايد صوديوم هيدروكسايد، ده اسمه سودا لايم. السودا لايم ده بيعمل كابتشر للكربون دايوكسيد، بيطلع لي السي او 2 دي، بيطلع السي او 2 بيكون لي حاجه اسمها كالسيوم كربونات، وماشي للسي او او السي او او دي بيكون لي البنزين. لو انا عندي مثلا كان الساليسيليك اسيد او اتش يبقى هيكون لي الفينول، يبقى معنى كده ان السي او 2 بتخرج ويرجع المركب للبيزك بتاعه اللي هو مثلا هنا هيبقى الفينول. انا عندي حصل دي كربوكسيليشن. ممكن كمان يحصل ان انا اسخن السولت دوت بتاع الكربوكسيليك اسيد مع حاجه ليها ويزدروينج افكت ويكون لي الاسيد الارايل جروب بتاعتي. ده الميكانيزم بتاعه اهو. ده لو عندي سبستيوشن مش اي مشكله هيحصل ديكربوكسيليشن برضو ويكون لي البلان بتاعي. تمام.
ده بالنسبة للتفاعلات بتاعة الأسيدز، ممكن أعمل لها displacement للكربوكسيل جروب أصلا، يعني ممكن أشيل ال CoH دي وأدخل مكانها أي substitution زي البرومين مثلا، أحط عليها بروميد يكون تراي برومو فينو، لو عملت نيتريشن هيكون لي تراي نيترو فينو، ماشي؟ يبقى أقدر أعمل replacement أو displacement للكربوكسيليك فانكشن جروب، خرجت CO2 ودخل مكانها أي هالوجين أو نيترو جروب. السبستيتيوشن بقى، أنا عندي الكربوكسيليك ده بالنسبة للأروماتيك، ده بيحصل في الأروماتيك بس. لما بيحصل عندي بقى الداي سبستيتيوشن، أنا عندي الكربوكسيليك فانكشن جروب دي تبقى ميتا دايركتنج جروب، يبقى الـ CoH ميتا دايركتنج جروب، يبقى أي جروب هتدخل عليها هتدخل في الميتا بوزيشن. عملت برومونيشن هتدخل في الميتا، عملت كاربوكسيليشن هتدخل في الميتا، عملت سلفونيشن هتدخل في الميتا، تمام؟ برضو بيحصل هنا لو انا عايزه مثلا احضر تراي برومو بنزوك اسيد، وانا عندي عايزه اعمل في الاورثو، يعني عايزه اعمل في الاورثو ادخل هنا في الاورثو بوزيشن، مش بستارت بقى بالبنزوك اسيد، لا بستارت بالانفرانيك بالامينو اسيد ده، بحيث ان انا دي اللي هتتحكم لي في السبستيوشن، الامينو هي اللي هتتحكم في السبستيوشن، وبعد كده اتخلص منها عن طريق ان انا اعمل دايزونيوم سولت وهيدروليسيس، هتتشال ويكون التراي برومو بنزوك اسيد. دي طريقه يعني عارفين اللي هو اللي بيتحايل على القانون، دي مش هتديني اللي انا عايزاه فبضطر احط جروب تانية تديني اللي انا عايزاه، والاخر اتخلص منها بكل سهوله. لازم الجروب اللي انا اعمل معاها كده يبقى انا عارفه هعرف اتخلص منها ازاي، يبقى انا هعرف اتخلص منها ازاي. اللي بعد كده بقى هندخل على بقيه التفاعلات اللي هي ايه، هحضر منها الاسيد دريفاتيفز. انا بعد كده هبتدي احضر الاسيد دريفاتيفز، ودي زي التوبيك اللي انتم شايفينه قدامنا دوت، الكونفرجن اوف اسيدز انتو كربوكسيليك اسيدز دريفاتيفز، يعني انا هفاعل الاسيد بعض التفاعلات بقى دي هستفيد منها ان انا احضر الدريفاتيفز بتاعه الكربوكسيليك اسيدز. فبالتالي هندخل بقى على الكلاسز بتاعتي، فاعتقد ان احنا هنوقف لحد هنا. هنوقف لحد هنا عشان هنبتدي بقى المحاضره اللي جايه ان شاء الله ناخد الدريفاتيفز بتاعه الاسيد، يعني كل تفاعل هشرح معاه الدريفاتيفز بتاعه. يعني هقول مثلا ان انا هاخد اول حاجه الاسيد كلورايد اللي هو السي ال، عايز احضر سي او سي ال، هقول هحضرها ازاي، وبالمره ناخد التفاعلات بتاعتها ونبقى خلصنا الجزئيه دي. الدريفاتيفز من الاسيد اللي احنا هناخدها عشان نبقى عارفين هم اربعه دريفاتيفز، عشان ما تبقاش الدنيا هيصه عليكم، يعني المحاضرتين اللي باقي لنا في الاسيدز هناخد فيهم اربعه دريفاتيفز، وبعد كده هيتبقى لنا الامينز. احنا هناخد اللي هو الاسيد كلورايد والاسيد انهيدرايد والاستر والامين، بعد كده ناخد كام دريفاتيف من الاروماتيك اسيدز، يعني مش هنحاول نلم الدنيا فيهم كده، مش هنزودها ان شاء الله، وبعد كده هيبقى لنا الامينز. يبقى ان شاء الله الاسبوع ده نخلص جزء من الدريفاتيفز بتاعت الاسيد، الاسبوع اللي هو قبل العيد باذن الله هنخلص بقيه الدريفاتيفز والامينز، ونبقى كده البارت بتاعي كده كامل خلص اللي انتوا خدتوه معايا، اللي هو الالكحز سلفونيك اسيدز الاسيدز بالدريفاتيفز بتاعتها سواء اليفاتيك او اروماتيك والامينز باذن الله. تقريبا دكتور ميرال هيبقى باقي لها حاجه النيترو كومباوند، اعتقد انتم ما اخدتوهاش، دي هتبقى تديها لكم بعد الميد تيرم ان شاء الله. يعني انا مش عارفه ابقوا يعني تابعوا معاها بعد اذن، يعني انا ان شاء الله هخلص معاكم قبل العيد كل البارت بتاعي. سلايد